كن فاعلا، دي مبادرة جديدة تم إطلاقها امبارح لتنمية وتعزيز القيم الإيجابية من أجل اكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية الاجتماعية عن طريق تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة واكتشاف هذه المواهب من خلالها. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد عبد الحافظ رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل. لكن الحقيقة وإحنا بنتكلم زي يعني في بداية حلقتنا وبننوه على عن فقراتنا اللي هتكون موجودة معنا النهاردة، وهي مبادرة كن فعالا. هذه المبادرة هي مبادرة مهمة جدا الحقيقة، هي مهتمة باكتشاف المواهب من دور الرعاية. وأعتقد إحنا طول الوقت بنقول إن مصر يعني مواهبها لا تنضم، طول الوقت في مواهب موجودة، طول الوقت عندنا جواهر الحقيقة محتاجين إن إحنا بس نكتشفها. خلينا نعرف أكتر تفاصيل من دكتور محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا، صباح الخير على حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وسعداء طبعا باللقاء و الإضاءة على هذه المبادرة المهمة جدا اللي زي ما حضرتك قلت معالي وزير الثقافة أستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني بتؤكد في الحقيقة على فكرة إن احنا يجب إن احنا نصل إلى الأماكن اللي محدش كان بيوصل لها قبل كده، اللي هي اللي تحيي فكرة العدالة الثقافية مع مجموعات ومجموعات من الأطفال. يجب ان احنا نوصل لهم لان فيهم مواهب كبيره جدا. صحيح. زي اطفال دور الرعايه بانواعهم المختلفين، وزي ايضا اطفال الاماكن الامنه اللي هي كانت العشوائيات قديما، وايضا ذوي الاحتياجات الخاصه. فكره تحيي العداله مع كل فئات الشعب المصري. حلو مفهوم العداله الثقافيه، ولكن خلينا بقى نترجمه. هنعمل ايه؟ يعني ازاي هنقسم او نكتشف المتميزين في الغناء، في التمثيل، في المسرح، في الكتابه او التعبير الادبي، المحافظات اللي هيتم فيها؟ كلمني اكتر عن القصه. هو مبدئيا احنا هنشتغل على ثلاث محافظات اللي هي القاهره والجيزه والقليوبيه. كويس. في المقام الاول، مرحله اولى، وبعد كده هننتقل الى باقي المحافظات باذن الله. الأول إن كل الأطفال في كل مصر بلا تمييز من حقهم إن هم يتقدموا في كل الجوائز والمسابقات اللي بتعملها الدولة بصفة عامة ضمن برنامج أو هدف بناء الإنسان المصري، وضمن البرنامج اللي كلنا شغالين عليه اللي هو دعم ورعاية المواهب. على سبيل المثال جائزة الدولة المبدع الصغير فاز فيها من سنة أو من سنتين بعض أطفال دور الرعاية أيضا، يعني معنى كده أن ما فيش حاجة يعني ممنوعة عن حد أو حد آخر متميز بها عن حد، ولكن هذه الأماكن تحتاج إلى رعاية أكثر. بمعنى أن احنا المفترض هنعمل مجموعة من المسابقات الخاصة بهم بصفة خاصة، يعني هيبقى لهم مسابقات في الأدب، في القصة، في الشعر، في كتابة الرواية مثلا، كتابة المقال. كويس. هيبقى فيه مسابقات في الغنى، في العزف، هيبقى فيه مسابقات في ممكن الابتكار، بالإضافة إن احنا هنبقى حريصين إن كل المسابقات اللي هي بيقيمها المركز القومي الخاص ثم وزارة الثقافة إن هي توصل لهذه الفئات من أولاد. ده بالإضافة إلى فكرة القوافل الثقافية اللي احنا بنروح لهم أيضا، ولكن مش مجرد، مش هيبقى المرة دي بقى مجرد قافلة ونمشي، لا، هيبقى احنا عندنا فكرة ثانية، وهي ان فكرة الاستمرار مع مجموعة معينة من الأولاد، وده بنطبقه في مشروع ثاني اسمه معاك أيضا معالي وزير الثقافة دشنته ووافقت عليه مع أطفال الأماكن الأمنة. فكرة الاستمرار والاستدامة ده أمر مهم جدا في الوصول لهذه الأماكن. استمرار واستدامة يا دكتور، بمعنى أنه لو في يعني بعد الكشف عن المواهب للأشخاص أو أطفال دور الرعاية، هل ده هيكون بمثابة تدريب ليهم، تنمية لموهبتهم اللي تم اكتشافها؟ هي دي الفكرة الأساسية، فكرة التنمية. ولذلك احنا عندنا مثلا في الوزارة في المسابقات المختلفة ما بنكتفيش بفكرة أن احنا نكتشف الموهبة، لا، في عندنا مجموعة من الإجراءات بتتم بعد اكتشاف الموهبة. هدي مثال برضك، يعني مثال أكثر وضوحا هو مثال جائزة الدولة. احنا على سبيل المثال عاملين جائزة
وسلسلة للأطفال لنشر كتب الأطفال المبدعين، واللي بيرسمها الأطفال المبدعين أيضا، وأيضا الولاد اللي هم بيفوزوا في التطبيقات والابتكارات. إحنا متواصلين مع المركز القومي للبحوث، وتم اختيار طفلين من الصعيد علشان لهم اختراعين مهمين جدا. هذا المركز سوف يتم سيقوم باحتضانهم في الفترة القادمة بمبالغ سنوية عشان يوصلوا لمرحلة فعلا ان هو بقى مخترع. يعني انا مش هخترع، يعني مش هكتشف الطفل واسيبه ويمشي، لا، ضروري ان احنا نشتغل عليه علشان نوصله لمنطقة آمنة عشان يحقق هدفه في النهاية. هو بيحقق ده لصالح مصر. يعني الطفل اللي هو او الطفلين اللي هم من الصعيد اللي هم هيتم احتضانهم في المركز القومي للبحوث ده في النهاية هيبقى اثنين مخترعين لمصر في النهاية، مش مجرد ان انت طبعا. الفكرة الاساسية من فكرة الدعم ورعاية الموهبة. يعني طيب، يعني لو قلنا غنى هنعمل حفلة وندعو فيها مسؤولين كبار، لو قلنا مسرح هنعمل نفس الكلام، لكن فيما يتعلق بكتابة القصة والمقال والاشياء الادبية هنبرز دول ازاي ونهتم بيهم ازاي، وخصوصا ان دي بقت عملة نادرة جدا؟ تمام، دي طبعا شغالين عليها. احنا عندنا سلسلتين، عندنا سلسلة اسمها من طفل لطفل، ده طفل بيكتب وطفل تاني بيرسم. يعني الاولاد اللي هم هيفوزوا هنطلع لهم ده في سلاسل ادبية، واحنا عندنا سلسلتين مبدئيا كويس. في وزارة الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل مع المجلس الاعلى للثقافة دكتور هشام عزمي، بنطلع كل سنة الأولاد اللي بيفوزوا. يعني لو حابين حضراتكم إن إحنا نرسل لكم الأعداد اللي هي صدرت للأطفال، ده كانت تبقى يسعدنا في أقرب وقت، واللي بيرسم لهم أطفال كمان. يعني إحنا بنبقى حريصين على أساس إن طفل يكتب وطفل يرسم. في الحالة دي أنت بتقدم طفلين، مش طفل واحد، يعني زي ما بيقولوا إنك بتقدم موهبتين يعني. فان شاء الله هيبقى في سلسلتين دول هيستوعبوا، وسلسله من طفل لطفل هي اللي هتستوعب اكتر، لان الثانيه هتبقى مرتبطه بجائزه الدوله. فده يسعدنا جدا، بالاضافه كمان ان احنا بنطلع ده وبننشر ده على عندنا حاجه اسمها موقع عيالنا، ده موقع للمركز القومي لثقافه الطفل، وعندنا الصفحه الرسميه، وبنستعين بالاولاد اللي هم الشعراء دول معانا بقى في معرض الكتاب، معانا في احتفالات رمضان، بنقدمهم وبنجيب شعراء بنكتب وبيعلقوا عليهم وبينتقدوهم. مش الانتقاد، يعني بيقولوا لهم ايه اللي ممكن يشتغلوا عليه يعني المفترض يستفيدوا منه. طيب، بالاضافه كمان لعمل ورش لهم. يعني احنا بنعمل دايما ورش في الكتابه في المسرح وفي القصه وفي الشعر وفي عروض الشعر العربي. حلو هذا. دكتور محمد، خلينا نرجع لخطوه لورا مع حضرتك. فكره الكشف عن المواهب من الاطفال الموجودين في دور الرعايه الاجتماعيه، ازاي بيتم الكشف عن هذه المواهب؟ هل من خلال دار الرعايه نفسه، يعني هم اللي بيقدموا لحضراتكم كشف باسماء الاطفال اللي عندهم مواهب مختلفه، ولا حضراتكم بتنزل لجنه في الدور دي وبيشوفوا بنفسهم؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ والله هو ممكن يبقى الامرين، انما الامر ده هيتم من خلال مسابقات هنرسلها لهم في الحقيقه، وممكن يتم كمان من خلال القوافل. يعني لو في بعض صور كنت بعتها للاستاذ احمد، بيلتقوا مع الاولاد بشكل مباشر، هو يلتقوا معاك بشكل مباشر، فممكن المشرف اللي موجود يقول ان الولد ده بيحب الرسم مثلا، او الطفل ده بيحب الكتاب. المسابقه نفسها هي اللي بتفرز، يعني لما يتعمل مسابقه على المستوى ده هي اللي هتفرز اولاد بقى اللي بيرسموا، الاولاد اللي بيكتبوا، الاولاد اللي هم ممكن يبقى بس المسابقه دي يا فندم بتحتاج مستوى برضو معين. في ناس بيبقى او في اطفال بيكون عندهم حتى بدايه الموهبه بس مش كافيه ان هم يشتركوا في مسابقه. ما هو حضرتك انت عندك بيبقى عندك حاجه اسمها في المسابقات فئتين عمريتين، وعندك مستويات، يعني وفي حاجه اسمها شورت ليست، قائمه قصيره وقائمه طويله. انت المفترض لما بتشتغلي مع الاطفال بيبقى انت عندك مثلا لو تقدم على سبيل المثال 100 طفل، هيبقى عندك قائمه طويله مثلا من 20 او 300 مثلا، هيبقى عندك 20. ال 20 دول هتعرف ان الولاد دول هم الاكثر موهبه في المنطقه دي. صحيح. اللونج ليست بعد كده بيبقى شورت، خلاص دول الاكثر بقى موهبه يعني، واللي محتاجين فكره الرعايه او النشر، بس التانيين انت تقدر تشتغل عليهم على اعتبار محبين للكتابه.
وبعد هذا الحب بيجي فكرة بقى التدريب بعد كده يعني. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل.